أنا مو من نوع اللي مع هذا، خاصة المجال العلمي مثل حتى مجال الحاسبات ومجالات الأخرى العلمية البحثة، لأن هي أصلا البحوث والدراسات وكل شيء هي أجنبي، يعني باللغة الإنجليزية واللغات الأخرى. من تتحول إلى اللغة العربية تكون صعوبة الـ فالناطقين اللغة العربية المفروض أولا لازم تكون عنده لغة أخرى يتعلمها، لازم يتعلم اللغة الإنجليزية، هاي فشيء أساسي حتى يكون ناجح في عمله وفي بحثه أهم شيء، ولا يكون منغلق أنه أنا لغتي صعبة ما أفهم أو لغتي قليلة باللغة الإنجليزية وأنا بس عربي. لا، ممكن يدخل بهالمجال هذا ويطور نفسه. أهم شيء يحتاج إلى تطوير الذات بإجراء قراءة، اطلاع على كل الأشياء الحديثة اللي تتطور، ليكون اللغة هي العائق. يعني صح هو ناطق باللغة العربية ومجاله يمكن يكون، بس لا تكون هي هاي العائق الرئيسي، لأنه حتما راح يواجه يوم من الأيام يقول له لازم تفهم شيء يعني باللغة الأخرى، وهذا فشيء أساسي. فلازم ما يكون هي هاي العائق الأساسي، يطور نفسه دائما، يطلع على التجارب العالمية، يشوف شنو الأشياء، لا تكون اللغة هي العائق بهذا المجال.